في ظلال في ظلال السيرة. يا عم، أتعرف أبا جهل؟ تعجب عبد الرحمن بن عوف من بحث الفتى الصغير عن أبي جهل فأجابه: نعم، وما حاجتك إليه؟ فهمس الشاب بكلمات كالموت وقال: أخبرت أنه يسب رسول الله، وعاهدت الله إن رأيته أن أقتله أو أموت دونه، والذي نفسي بيده لا يفارق سوادي سواده حتى يموت الأعجل منا. تعجب ابن عوف لهذا الحب والفداء والغيرة التي يحملها فتى صغير لنبيه، لكن غمزة أخرى من الفتى الآخر زادت تعجبه عندما همس أيضا بالسؤال نفسه. شعر ابن عوف بفخر لوجوده بين هذين الشبلين وقال: فما سرني أنني بين رجلين مكانهما. وتغير حاله، فصار يبحث لهما عن شاة من رسول ويتراءاه حتى رصده، ولما رصده أفسح لهما طرقات البطولة وأشار بيده نحو أبي جهل وقال: هذا صاحبكما الذي سألتماني. ركز الفتيان على الطاغوت وسلى سيفيهما بانتظار لحظة إغمادهما في ذلك الثعبان الأسود الذي ما زال يستفز عتبة ويفرغ سمه فيه، أملا في توظيفه باتجاه الحرب. صرخ عتبة بوجه أبي جهل متحديا ومتأسفا على قومه وقال: ستعلم من الجبان المفسد لقومه، أما والله إني لأرى قوما يضربونكم ضربا، أما ترون؟ كأن رؤوسهم الأفاعي وكأن وجوههم السيوف. ثم صرخ عتبة طالبا خوذة لرأسه تسمى البيضة، فلم يجدوا ما يناسب رأسه الكبير فلف عليه ثوبا، ثم صاح بأخيه وابنه: يا شيبة بن ربيعة ويا وليد بن عتبة. فأقبلا يمشيان عن يمينه وشماله، فخرج بهما نحو جيش المسلمين وصرخ: من يبارز؟ فإذا بالفتى بن عفراء ينطلق من جانب ابن عوف واسمه معاذ بن الحارث، فلحق به أخوه عوف، ولحق بهما شاب اسمه عبد الله بن رواحة. اقتربوا، فتفرس عتبة في وجوههم ثم سألهم: من أنتم؟ قالوا: رهط من الأنصار. فقال: ما لنا بكم حاجة. فرجعوا. ثم صرخ عتبة: يا محمد، أخرج إلينا أكفاءنا من قومنا. فاستشرف المهاجرون لسحق الطواغيت الثلاثة، لكن عتبة كشف بكلمات حجم الغل على نبي الله، فطلب أن يبارزهم رجال من بيت عبد المطلب بالتحديد، فقال: لا نريد هؤلاء، ولكن نبارز من بني عمنا من بني عبد المطلب. نظر صلى الله عليه وسلم ثم انتقى ثلاثة من أسود بني عبد المطلب وهتف بهم: قم يا حمزة، وقم يا علي، وقم يا عبيدة. في ظلال السيرة.